شكرا جزيلا. الاستاذ ازمه غنيتنا كتير مما ومتفق معاه فيه، ولكن بضيف حاجات بسيطه. في كان في سؤال ورد من اخ اسمه ام، ده الاسم اللي ذكره. هنا في متابعه للندوه وفي ناس بيطبعوا اسئله، والسؤال هو: ما هو المنهاج الذي بموجبه يمكن تاثير تغيير الاخلاق للمستوى المثالي في السودان؟ طبعا ده سؤال تكرر وحصلت له اكثر من اشاره. انا ما بفتكر بانه نحن بنحتاج ان نتفق على منهج واحد لتغيير الاخلاق، لكن بنحتاج ان نتفق انه تغيير الاخلاق ضروري. بعدها كل واحد فينا ياخذ منهجه للتغيير. يعني المساله، ودي مثلا نقطه ماشي برضه نتكلم في بعض الملاحظات البسيطه الحظيفه، انه ما افتكر نحن خطنا ان نكون عندنا واحده في المنهج، انه لا بد هو المنهج ده وما في غيره، ولا بد كل زول يلتزم. انا ما بفتكر بانه انا كتلميذ الاستاذ محمود محمد طه انه ده موقفي ولا دعوتي. انا بعتقد انه نحن بنحتاج ان ناسس لعمل عام، وان نترك لانفسنا الخيار في المواقف المختلفه والمناهج المختلفه بنتخذها للمنهج العام ذاته. فيما يتعلق بمساله تعدد المنابر والمنظمات التغيير اللي كان هو اشار النقطه دي، الغريب في الجلسه قبل دي اللي اشار لها هو كان في واحد اخ قال ليه في منظمات اثنين منظمات لحقوق الانسان، وعلى نفسه افتكر قال له ما في بأس من ان يكون ده حاصل. يعني شنو؟ الناس بتخاف من الاختلاف. ليه؟ ما عارف. الاختلاف نسبة اصلي في الحياه، وهو ده مساله الفرديه، ودي مساله الاصاله. انا بفتكر انه نحن ما ننزعج لانه في اختلاف، وما بفتكر بانه من الحكمه ان نزعى لايجاد الوحده والاتفاق. ما بتحصل الوحده، لما تحصل بتحصل على حساب بعض الاراء ووجهات النظر. يعني ما الناس ما بيتفقوا، لانه العباره اللي بيقولها الخواجات is not a level playing field. يعني طبيعه العلاقات، طبيعه المنظمات، طبيعه المسائل دي ان ما ها ارض ممهده بمستوى واحد لكل الناس. على القوه، حتى قوه الحجه، قوه الشخصيه، الكاريزما، عوامل كثيره. لما يكون الاتفاق هو غايتنا بيكون على حساب كثير من أصالة ومن ذاتية ومن كرامة بعضنا. فأنا بفتكر بأنه من الحكمة أن يعني فلتزدهر مئة حقل، زي ما قال الرايل مش موتسين قال كده العبارة بتاعتي، أنه فليكن الاختلاف، فليكن التعدد، فلتكن الأصالة والتنوع. ما فيش مشكلة في كده. الاختلاف هو اصلي في الحياه، المشكله والعنف، لكن مش المشكله الاختلاف. فان ان 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 نمشي برضه مع الاستاذ اسماء، لان نمكن الانسان من ان يحقق اصالته ويمشي في اتجاهه بصوره كامله. افتكر المواطنه اساس الحقوق، نعم، لكن برضه الحقوق مصدر المواطنه. لانه لما نقول مواطنه اساس الحقوق، المعنى المقصود انه المواطنه متساويه للحقوق المتساويه، لانه ما تكون في تمييز بين المواطن في حقوقه وواجباته، ده صحيح، لكن ده ذاته نتيجه مش بدايه. يعني المساله هي مساله المواطنه دي برضها ما عندها واجباتها وعندها شروطها، وتجي في سياق تاريخي لكل مجتمع. انا افتكر انه يعني مساله المواطنه دي هي جوهريه جدا، لكن بنحتاج ان نفكر فيها، ويمكن من مركزيات العمل للتغيير انه ننمي وعينا وفهمنا وتصورنا لما هي المواطنة. مش مجرد أن واحد بصدفة ولد في مكان معين أصبح هو مواطن. ما كل من هو أمريكي الجنسية هو مواطن أمريكي، ولا هو كل من هو يحمل جنسية سودانية هو مواطن سوداني. المواطنة دي مسألة عزيزة جدا، وفي الحقيقة ما بتكاد تنتهي في قممها. يعني فانه كيف المسؤوليه تمشي لان تكون، وكيف الوعي العام يكون، والمساهمه والتضحيه والواجبات وكذا في المساله دي. ما اطل عليكم فيها. النقطه بتاعت بس في كلام الاخ ابو هريره، قال ما قدمنا فكره هذه من فكره الجبهه الاسلاميه. وده فشلنا نحن جميعا. انا بفتكر بانه ده ما صحيح عن كل الناس. انا بفتكر بانه الاحزاب الكبرى الاتحاد الديمقراطي والحزب الامه كده فشلوا في تقديم، والليله دي
لو واجهت اي واحد منهم بالتحديد في قضيه علاقه الدين بالدوله ما حيقول الكلام اللي احنا ثاني نسمعه. الليله دي ما في ولا واحد يا ابراهيم بيقدر يقول بانه فصل الدين عن الدوله في الاتحاد الديمقراطي اللي بيتكلم عنه ده ولا اي حزب اخر. وبعد ذلك حصل شنو؟ ليه في اللبن ده؟ اللبن ده إذا كان أنت وصلت له وما عملت له. أهم ده مشكلة المساق ذاته، المساق وافقوا به وافقوا عليه وما عملوا به. وتنكروا منه يا أخي نقعد يقول أنا ما عندي مشكلة مع الشريعة الإسلامية. صح. طيب طيب خلاص لا النقطة شنو يا إبراهيم؟ خلاص كويس، إذا كان حقيقة إنه السيد محمد عثمان المرغني هو حزب الاتحاد الديمقراطي. وان السيد الصادق المالي وحزب الامه على موقف بانه ضروره فصل الدين عن الدوله مرحب. الدوله المدنيه مرحب. بتعني شنو الدوله المدنيه دي؟ لا ما ده كلام ما بينفع. انا بقول لك كده بالتحديد، انا بقول كده بالتحديد انه ما في حاجه اسمها الدوله الدينيه. فصل الدين عن الدوله ضروره مؤسسيه لابد ان تكون. كويس؟ لا يمكن تطبيق الشريعه الاسلاميه من خلال قانون الدوله. انا بفتكر انه ده الفهم اللي بنحتاجه. ما بنحتاج نسميه دوله علمانيه ولا دوله مدنيه ولا دوله غيرها. في الحقيقه الكلام الجبال كان حصل له اشاره انه نحن المساله هي مش عن مصطلحات، المساله في المحتوى. المحتوى هو انه الدوله مؤسسه بيشتركوا فيها جميع المواطنين على اساس المساواه، وبالتالي لا يمكن ان تتصف بصفة تقصي أو تبعد أو تضعف من حق أي مواطن آخر. وأن القوانين المستمدة من العقيدة الشرعية من العقيدة الدينية لا يمكن أن تكون قانون الدولة. ده المحتوى المقصود. سميها مدنية، سميها علمانية، سميها إكس. أنا الحقيقة مرات في بعض الكتابات قلت let's call it X. عشان لو قلت علمانية حيجي ناس يقول لك ما تقصد شنو ليه العلمانية دي. المهم احنا عاوزين دولة محايدة تجاه الدين. ما بتاخذ أي موقف لا سلبا لا إيجابا. لا تصعد دين لا بتضعف موقف دين. أنا أفتكر مثلا الأستاذ برضه شاهد أنا تكلمت عن النقطة دي برضه بحب أن أقول إنه صحيح أنه مثلا الدولة الدينية وهم عبس. قبل أنا حاولت أقول الكلام ده إنه يعني كونه الزول بيفتكر ان حقيقه ما بيجي على حقيقه. هي ما حقيقه، هي باطل، هي وهم. شفت زي الزول الطفل اللي بيتخيل انه في ساحات تحت السرير. كونه بيفتكر انه في ساحات تحت السرير ما بيعني انه في ساحات تحت السرير. هو مقتنع جدا يمكن كونك الام ناديه تعالوا نور واقعدي معاي لانه في ساحات. ده المساله زي كده، انه المساله دي اسطوره تماما. وهم عبث. ونحن اي واحد فينا بيسكت عن ان يقول ده مساهم في خلق العبث ده. انا افتكر ده الفكر اللي بيهزم الجبهه الاسلاميه الاسلاميه.